تتواصل مشاهدينا الاعزاء الانطلاقات وتستمر التحديات في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع القوي الذي ياتي متتاليا متتابعا في اشواط صباح هذا اليوم. حضر بلغرين ايضا مع انطلاقه الشوط الرئيسي وسجل توقيت مميز للقاعده 9:09 في ارضيه هذا الميدان لياتي بمخيفه. محمد بلغرين بالعلي العامري قدم الابداع الصباحي مع الايداع وحضر بتوقيته المميز للقاية ليتسجل في ارضية هذا الميدان. انطلق شوط الابكار المهجنات، انطلقت الادارة من جديد مع فئة ايضا الابكار والمهجنات الاصائل المنطلقة بشعارات ابناء القبائل. نسير بامال كبيرة ينطلق بها ملاك هذه الابكار محققين وراقبين في تحقيق ناموس هذا الشوط، متمنين لهم كل التوفيق والناموس. نسير مع بداية الشوط ناتي بإعطاء تفاصيله. المركز الأول المسك، سعيد بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي حضر بن مرخان ويقدم أيضا انطلاقة المسك على المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع، كما حضر أيضا هنا في الأشواط الرئيسية بانطلاقة أيضا مزون في يوم الأمس مشاهدينا الأعزاء، وأيضا سجل عدة نقاط ياتي هنا بانطلاقة المسك على المركز الأول. المركز الثاني أيضا الميث تتحرك، حمد بن محمد بن عبيد الغفلي، بينما المركز الثالث من حافة سيل بن سعيد بن محمد بن زهر الخيالي يتقدم بوجود من حافة المتواجدة أيضا في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع مع انطلاقة أيضا ووجود الفائزة حمد بن ضعيب بن حمد بن غدير الكتبي تأتي في المركز الرابع. المركز الخامس هي وشة عبيد بن عيسى بن محمد الخيالي ياتي بانطلاقة وجود وشة المتقدمة في المركز الخامس، بينما المركز السادس فهادي نوايا محمد بن سالم بن كردوس العامري ياتي ايضا في المركز السادس خلال هذا الانطلاق. المركز السابع هذه الصريدية تتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع، سلطان بن احمد بن سعيد بن سلطان العويسي يتقدم في هذا الانطلاق. هذا شعار بن عليان ياتي في المركز السابع، بينما ننتقل الى المركز الثامن وجود ايضا الفاتنة الشطي بن سالم بن حباله الكتبي ياتي بوجود هذا الاسم مع المركز الثامن، بينما ننتقل الى المركز التاسع حيث تتواجد وتنطلق ايضا العاصمة سالم بن مبارك بن نصر العامري. والمركز العاشر هي ايضا مدلل سيل بن علي بن عبيد بن حمد الغفلي يتقدم في المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة، هذه النتيجة للأسماء الأولى المنطلقة أمام حضراتكم بأرضية هذا الميدان، وكأننا في أحد المهرجانات إن لم يكن في صباح هذا اليوم بالإذاعة، وعدد أيضا مشاهدين الأعزاء المشاركات في كل شوط، وذلك الدليل بالسرعة الفائقة التي تأتي منذ بداية الانطلاقة حتى الوصول إلى خط النهاية 9:09 التوقيت للمحليات. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى المركز الأول إلى شعار بن زهرة مع وجود بن حافة تتقدم وتقود الشوط لتنطلق بالمركز الأول. سهيل بن سعيد بن محمد بن زهرة الخيلي ياتي بانطلاقة بن حافة المسيطرة والمنطلقة على المركز الأول في هذا الانطلاق. المسك تتواجد بالمركز الثاني، سعيد بن مبارك بن مرخان الكتبي يتقدم بوجود وانطلاقة المسك بمنافسة قوية، بينما المركز الثالث فهذه أيضا الميث تتقدم في المركز الثالث بشكلها الرائع. حمد بن محمد بن عبيد الغفلي ياتي بانطلاقة وجود الميث التي تحتل المركز الثالث. المركز الرابع هذه هي أيضا الصريدية، تصل في المركز الرابع سلطان بن أحمد بن سعيد بن عليان العويسي يتقدم أيضا في المركز الرابع خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع، بينما ننتقل إلى المركز الخامس بضعيف ياتي بالفايزة حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي يقدم انطلاقة الفايزة في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي والمثير من خلال وجود هذه النوعيات. تقدمت في المركز السادس
نوايا نوايا محمد بن سالم بن كردوس العامري ياتي بانطلاقة وجود نوايا على المركز السادس. المركز السابع وشة عبيد بن عيسى بن محمد الخيالي تتقدم من احد الاسماء الخطيرة في هذا الشوط، ولكن تاذير تصل بالمركز الثامن لعبد الله بن يوحنا بن عبد الله المهيري. المركز العاشر الذيبة، هذه الذيبة يا مرحبا بالذيبة، تتقدم الذيبة في هذه اللحظات، تتواجد للهيان بن خالد بن مسلم بن عويده العامري يقدم انطلاقة هذا الاسم مع وجود وانطلاقة الذيبة احد الاسماء الخطيرة. كذلك شموخ سعيد بن محسن بن بخيت السلمي يتقدم ايضا في هذا الانطلاق بالحزم قادم. الشعارات بدأت ايضا تأتي من الصفوف الخلفية وكهطول الامطار الى المراكز المتقدمة من خلال انطلاقة هذا الصباح في هذه الاجواء الممتعة في ارضية هذا الميدان. حرك وروح وقدم وراقب وصور يا من تصور. المركز الاول تابع، المركز الاول تابع من حافة بشكلها الرائع. السيل بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيالي يقدم انطلاقة من حافة المسيطرة على المركز الاول بشكلها الرائع. هذه من النوعيات التي تاتي ايضا بالانطلاق المثير مع بن زاهر بشكلها الرائع بادائها المميز، ولكن التحركات من الميث. في المركز الثاني حمد بن محمد بن عبيد الغفلي، كذلك بن مرخان سعيد بن مبارك بن مرخان يقدم انطلاقة وجود المسك على المركز الثالث. غيرت الى المركز الثاني، طارن الثلاث المراكز الاولى، طارن الثلاث المراكز الاولى 1200. خلاص يا اخواني خلاص 1200، والسلعة بدأت تزيد مع الثلاث، السلعة بدأت تزيد مع الثلاث. الصريدية سلطان بن احمد بن سعيد بن عليان العويسي يتقدم مع وجود الصريدية القادمة بالانطلاقة القوية في هذا الابداع في هذا الانطلاق. ولكن القادمات نوعيات كثيرة، نوعيات مثيرة للاعجاب بالانطلاق في الامتار الاخيرة. حرك 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 حرك، خلاص بن مرخان راح، بن زاهر برفقة بن مرخان الى ناموس هذا الشوط. هل سوف يكون اسم ثالث مشارك ومنتزع ناموس هذا الشوط، او سوف يقتصر ناموس هذا الشوط ما بين الثنتين ما بين الثنتين؟ هنا تتقدم المسكة، عادت من حافة، عادت كعوايدها، عادت كما كانت، عادت من حافة لسيل بن سعيد بن زاهر الخيالي يتقدم. الصريدية سلطان بن احمد بن سعيد بن عليان العويسي يتقدم بوجود الصريدية من الجانب الاخر، منافسة قوية، انطلاق مثير، نوايا محمد بن سالم بن كردوس، ولكن بن زاهرة وبن عليان، بن زاهرة بن عليان العويسي، سلطان بن احمد بن سعيد بن عليان العويسي يتقدم مع وجود الصريدية، يتقدم مع وجود الصريدية من الجانب الاخر لتاتي بالانطلاق بأول أشواط المهجنات. الشوط الرئيسي مع بن عليان العويسي حتى الآن، ولكن القادمة شموخ سعيد بن محسن بن بخيت السلمي في اللحظات الأخيرة في اللحظات الحرقة يأتي لينتزع مع شموخ، بكل شموخ، بكل فخر، بكل اعتزاز، شموخ سعيد بن محسن بن بخيت السلمي. المركز الثاني الصريدية سلطان بن أحمد بن سعيد بن عليان العويسي، بينما المركز الثالث فكانت ايضا نوايا محمد بن سالم بن كردوس العامري. المركز الرابع من حافة السيل بن سعيد بن زاهر، والمركز الخامس كانت الذيبة لنهيان بن خالد بن عويده العامري. التوقيت الزمني ما شاء الله نفس توقيت المحليات، 9:09 التوقيت الزمني لانطلاقة هذا الشوط.